سيادنا السلام عليكم، نحاول اننا نكون معكم في حركات جديده اللي يمكن لكم ديروها في المنازل ديالكم، سواء عندكم الاوزان سواء عندكم قراعي ديال الماء كيف ما بغى يكون الوزن ديالها. المهم انها تكون الحركه مضبوطه 100% كيف ما غتشوفونا غادي نديروا اليوم نورفوتش بحساب. في اول حاجه هما حركات الاحماء، غنحاول اننا نخدموا دائما هنايا واحد 5 ديال الدقائق اللي غيكونوا فيها حركات الاحماء. في كل حركه كتكون 30 ثانيه كنحاول نخدم فيها الجسم ديالي بشكل جيد. هنا كنحاول نطلع يد ديال فوق، جوج ثلاثة أربعة، دائما ما نوقفش الجسم ديالي ونحاول نمشي على حسب الريتم ديالي، كنتو جوج كنتو ثلاثة، ما نحاولوش أننا نتجاهل بيناتنا، يعني كنعرفو في شهر رمضان كتقل فيه الحركة بزاف، دونك خصنا نمشيو غير بشوية ونبدلو لا صح اليمين برافو ثلاثة أربعة خمسة. كل حركة بين 30 ثانية وبين 25، يعني 3 2 1 6. حركوا الجسم ديالنا مزيان وغنحاولوا نمشيو واحد لاسر ليمن لاسر ليمن لاسر ليمن. دائما كنشوف الامام ديالي باش تكون الوضعية ديال الجسم ديالي بشكل جيد. ستوب. ندوزو الاوزان ديالنا اليوم، الاوزان ديالنا اختارينا هاد بعض الاوزان ولكن نتوما يمكن لكم تختاروا اي حاجه في الدار. اول حركه هي واحد جوج باب. كل حركه بين 8 و 12 هنا كيتغير العد ديالي. ستوب. كنرتاحوا مدة ديال 15 ثانية حتى 30 ثانية على حسب الريتم ديالك وعلى حسب المجهود البدني ديالك. كنعاودوها ثلاثة ديال المرات، عاودوها المرة الثانية والمرة الثالثة بنفس القدر. 1 2 هاد التكرار دائما خصنا نحاول أنني الوضعية اللي غادي نكون فيها في النزول خصني بحال كنقلب على شي كرسي للوراء هكذا باش ما كنلقاش الركاب ديالي وما يبقاش ليا حتى شي مشكل في الجسم ديالي. جوج وحدة ستوب. نحاول أننا نرتاح مزيان. دابا غادي نحاول نخدمو هاد الحركة هنا الجسم ديالي في الأمام، ندورو الكتاف ديالنا للور ونحاولو نرجعو الرجل ديالنا للوراء. واحد يعني راه اليمين راه اليسار. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة 15 عدة بين العدة والعدة 30 ثانية. جوج ستوب. غادي نرتاحو نحاول ناخد التنفس ديالي مزيان. كنعرفو أن في شهر رمضان تيقل التنفس وتيقل الأكسجين في الجسم، ضروري خصنا نستغل شوية فرصة في هاد الوقيتة ديال التمارين الرياضية. نعاود عاوتاني الثانية والثالثة بنفس الشيء. يلا واحد غاب جوج ثلاثة. بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض وزنية ولا عندهم شي مشكل في الركاب ديالهم ولا شي حاجة، ضروري ممكن تكون عندهم واحد الاستشارة طبية هكذا باش كيكون غادي في المسار الصحيح ديالهم. جوج وحدة ستوب. مشينا كنرتاحو ناخدو التنفس ديالنا بشكل جيد. وهنا كنحاولوا اننا في عوض ما ناخذ جوج ديال الاوزان هي ذاك نكونوا في الوضعيه هذه نفتحوا الرجلين ديالنا ون طوب. جوج ثلاثه اربعه خمسه 15 مره ومن بعد كنرتاحوا وكنعاودوا المرة الثانية. ستوب. كنرتاحو كنعاودوها تكرار ثلاثة ديال المرات في كل حركة الأولى والثانية والثالثة. نعاودو المرة الثانية نفس الشيء، رجلين في هاد الوضعية هادي نحاولو نهبطو. واحد في بلاصتك جوج ثلاثة أربعة سكوات خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 زيد 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 اوب برافو عليك خليك بحال هكاك معايا. جوج ستوب. دابا غادي ناخذ يدنا هنا واحد
ونحاول نهبطو لتحت. جوج ثلاثة أربعة خمسة، برافو. ستة، زيدو جوج وغادي نبدلو يدينا ونمشيو لليد التالية اون شونج. واحد، سواء نكون في هاد الوضعية هادي سواء نكون هنايا هاكا كنخلي الجسم ديالي في وضعية مستقيمة. ستة، سبعة، الهدف من الرياضة خلال شهر رمضان ماشي هو إنقاص الوزن 100%، ولكن هو أنك تبقى بصحة مزيانة وأنك تولف على الرياضة خلال هذا الشهر المبارك. جوج، نزيد وحدة، ستة، ونرتاح. ملي تنفوز دائما خصها تكون في الدين ديالك، خصك توقفها.